لدى زيارة سموه للمحافظة الجنوبية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن المحافظة الجنوبية ذات أهمية اقتصادية واجتماعية، ومدنها وقراها بحاجة إلى المزيد من المشاريع والتطوير التي تتناسب مع هذه الأهمية. وهنأ سمو محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة على الثقة التي حظي بها بتحمل هذه المسؤولية. ووجه سموه بأهمية أن يشعر المواطن في هذه المحافظة بتطوير ملموس في الصحة والتعليم والخدمات والإسكان والبنية التحتية، موجها سموه كذلك محافظ المحافظة الجنوبية والعاملين في المحافظة قائلا: تحسسوا احتياجات المواطن وقدموا أفضل الخدمات له، واعملوا كل ما في جهدكم لتحقيق توجيهات جلالة العاهل المفدى، ونحن معكم ونسند مهماتكم باعتبار ما تؤديه المحافظة جزء من مسؤولية الحكومة، فاستمعوا لصوت المواطن أينما وجد في أي قرية أو مدينة وتابعوا أحواله. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والثناء من خلال وزير الداخلية إلى رجال الأمن والأجهزة الأمنية على جهودهم الكبيرة في استباب الأمن والاستقرار الذي يهيئ الأرضية المناسبة للتنمية والتطوير، فيما وصف سمو محافظ المحافظة الجنوبية زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى المحافظة بأنها تاريخية وأنها تشريف كبير لكل أهالي المحافظة، وتشكل دافعا كبيرا وحافزا عظيما لبذل المزيد من الجهود في سبيل النهوض بالمحافظة والوصول بها إلى أرقى مراتب التطوير. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد تفضل صباح اليوم بزيارة المحافظة الجنوبية للإطلاع على مشاريعها وبرامجها، وذلك بحضور معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ووزراء الخدمات، وعدد من النواب وكبار المسؤولين بالمملكة. وخلال الزيارة شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى وخدمة المواطنين هي الأولوية في عمل المحافظة التي ستجد كل الدعم والمساندة من الحكومة باعتبار ما تقدمه هو جزء من مسؤوليات الحكومة ومهامها. وأكد سموه على ضرورة الحرص على تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم، فرض المواطن هو رضانا وخدمتهم هي غايتنا في الحكومة. وبهذه المناسبة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على دورها المشكور في تحقيق الأمن والاستقرار اللذان يوفران الأجواء المناسبة للتطوير والتنمية والبناء. كما حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة وأجهزتها ومجلس النواب والمجالس البلدية، لافتا سموه إلى أن المحافظات تكمل عمل الحكومة وتعاونها الوثيق مع السلطة التشريعية والمجالس البلدية هي ضرورة قصوى. Thank you.
صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب السمو أن أرحب بمقدمكم الكريم بزيارتكم الميمونة للمحافظة الجنوبية، حيث تجسد هذه الزيارة الكريمة المباركة جانب من الجوانب المتعددة لدعم سموكم الدائم وحرصكم على الاطلاع على احتياجات ومتطلبات المواطنين عبر اللقاءات المباشرة معهم والزيارات الميدانية التي دوما ما تحددون رعاكم الله على إثرها بوصلة الخدمات الحكومية. إن زيارتكم يا صاحب السمو اليوم هي دليل على اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة لهذا البلد الكريم والمحافظة الجنوبية على وجه الخصوص. صاحب السمو، إنه لشرف كبير لي بعد نيلي الثقة الملكية الغالية لتولي هذا المنصب بالمحافظة الجنوبية أن أستمع إلى توجيهاتكم السديدة وتعليماتكم الحكيمة حول الطريقة المثلى للقيام بهذا الواجب وخدمة الناس على أكمل وجه بما يحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبما يدعم عمل الحكومة برئاستكم حفظكم الله، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما يشرفني يا صاحب السمو أن أنقل لكم احتياجات الأهالي في المحافظة الجنوبية ومتطلباتهم في المجالات الحيوية كالإسكان والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تحتاجها المحافظة. وسيكون شعارنا الأول مع الأهالي المحافظة الكرام هو التعاون معا من أجل تطوير المحافظة والوصول بمرافقها وخدماتها وأهلها إلى أفضل المستويات في إطار النظم والسياسات والقوانين السارية وفي ظل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة. إن تشريف سموكم بهذه الزيارة إلى المحافظة الجنوبية لهو خير دافع لنا جميعا للمزيد من التعاون وبذل الجهد في النهوض بالمحافظة والوصول بها إلى أرقى مراتب التطوير. إننا وكل أهالي المحافظة الجنوبية نستمد من سموكم الكريم الدعم والمساندة والتشجيع كما عودتمونا دائما، ونستلهم من سموكم تحمل المسؤولية بجد وعزم وثبات والرغبة الدائمة في خدمة مملكة البحرين وشعبها الكريم. وفي الختام أتوجه بالشكر لسموكم وللضيوف الكرام على هذه الزيارة الكريمة، وأسأل الله لكم موفور الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد عبر معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمحافظة الجنوبية، والتي تمثل حافزا لباقي المحافظات في العمل على بذل المزيد من العمل والعطاء في خدمة المواطنين، متمنيا معالي لمحافظ الجنوبية التوفيق والنجاح في الارتقاء والنهوض بالمحافظة، مؤكدا أن توجيهات سموه هي برامج عمل للوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار الذي يمهد الطريق للتنمية والتطوير والعمران. فيما عبر أهالي المحافظة الجنوبية عن فرحتهم الكبيرة بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمحافظة، ووصفوها بأنها ستكون باب خير يفتح أمام مزيد من التطوير والتحديث على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية في المحافظة. وأعربوا عن جم سرورهم بتعيين سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظا للمحافظة الجنوبية لما يتمتع به سموه من مكانة لدى أهالي المحافظة ولقربه منهم وإطلاعه على احتياجاتهم ومتطلباتهم.